هاي جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ربي تكونوا بخير. وانتم بتشوفوا فيديو النهارده. طبعا قبل بداية القصة متنسوش تحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة لو انتم جداد عشان تاخدوا معانا اندومي. وبس كده يا جماعة الخير، خلونا نبدأ. بصوا يا جماعة، القصة شفتها عند واحد اسمه ايفل ديفل، فبصراحة مش متأكدة من المعلومات، بس يعني القصة خدتها من عنده النهارده. المهم يا جماعة الخير، قصتنا بتبدأ مع واحدة اسمها سيدني مندوزة. طبعا هو كان اسمها كده، هو بيقولها كده معرفش. المهم يا جماعة ان القصة بتاعت النهاردة، بصوا يعني هي مشوقة على غامضة على يعني حاجة غريبة قوي، تمام؟ وفي نفس الوقت هي حزينة. بس انا هقول لكم الاختصار بتاعها، هو حكيها يمكن في 11 دقيقة، انا هقول لكم باختصار يعني فاهمين. يعني في حاجات اكيد هقصها. المهم يا جماعة الخير، قصتنا بتبدأ مع واحدة اسمها سيدني مندوزة، تمام؟ البنت دي كانت بتلعب روبلوكس زينا زي أي لاعب روبلوكس عادي جدا، يعني مفيش أي مشكلة، تمام؟ لحد ما في يوم من الأيام، مرة في الحياة الحقيقية عندها يعني عادي، يعني اتعاركت مع أهلها، تمام؟ فطلعت بره البيت. أهلها فكروا إنه عادي، يعني دايما بتتعارك بتطلع بره البيت مثلا هتهدى شوية وهترجع، يعني مفيش أي حاجة، خناقات بتحصل دايما بين العائلات. يعني المهم ان البنت دي في اليوم ده طلعت بره البيت وما دخلتش تاني البيت ده، انتوا متخيلين؟ طبعا هتعرفوا دلوقتي ايه اللي حصل. البنت دي بعد ما طلعت من البيت حرفيا ما رجعتش يا جماعة من البيت حتى لمدة يمكن كده بتاع 3 4 شهور. وطبعا خلاص يعني اللي هو الناس قلت عليها، عرفت اكيد بنتنا في حاجة فيها، يعني اكيد اكيد ده كله مش عشان الخناقة، يعني مش مبرر. يعني سألوا صحابها، سألوا كل اي حد المفروض تبقى عنده سألوه. فطبعا استدعوا ان هما لازم يقولوا للشرطة وكده. طبعا الشرطة قعدت تدور عليها، وخلاص الشرطة حرفيا اول ما هما استدعوهم يعني ما لحقتش، ما كملتش حتى بتاع اسبوع ولقيت المكان سيدني مندوزة. وطبعا يا جماعه لما لقيت المكان كانت سيدني خلاص يعني انتهت. كانت سيدني يا جماعه موجوده في مكان زرع، يعني زي مزرعه كده، وكمان كانت متغطيه باوراق الشجر وهي ميته، انتوا متخيلين؟ يعني هي كانت مدفونه بس مش مدفونه قوي فاهمين، لان هو مدفونه على الوش كده، عليها شويه تراب ومتغطيه بالورق الشجر الكبير ده. انتوا متخيلين يا جماعه بس كميه بشاعة الموقف؟ يعني ايه القرف ده؟ ليه ممكن حد يعمل كده اصلا؟ المهم الشرطة طبعا ما سابتش الموضوع، حققت في الموضوع وعرفت يعني ايه اللي حصل. طبعا دلوقتي بتسألوا مين اللي عمل كده، او مين اللي عمل كده في سيدني وليه ومش عارفة ايه. طبعا يا جماعة بعد ما سيدني طلعت من البيت اتوجهت، هي يعني مكانتش طلعت من البيت اصلا عشان هي زعلانة من اهلها ولا عشان هي اتخانقت، بل هي اتخذت الموضوع ده يعني حجة عشان تطلع من البيت، تمام؟ بس هي يعني الحاجة الأساسية أو السبب الأساسي اللي تطلع من البيت هو اللي هقولهالكم دلوقتي. طبعا وهي بتلعب روبلوكس في شخص اتعرف عليها من وهي بتلعب روبلوكس، تمام؟ المعلومة دي مش مؤكدة قوي، بس الشخص ده يعني سجلته قبل كده الناس، او في حد شافه قبل كده من لاعبين روبلوكس برضو، وهو بيتكلم قبل كده في روبلوكس، يعني هو بيقول كلام في الشات، يعني كان مره مثلا بيقول هلو كده فاهمين، اللي هو اتسجل له كلام في الشات، يعني معنى كده الشخص ده برضو كان بيلعب روبلوكس، تمام؟ فاحنا مش عارفين يعني هتعرف عليها في روبلوكس، اتعرف عليها بره روبلوكس، اتعرف عليها عشان ياخد حساب، يعني موضوع غامض كده فاهمين. المهم يا جماعه ان الشخص ده اتقبض عليه. هقول لكم بقى ايه قصة حياة، لا مش قصة حياة، بس يعني هقول لكم دلوقتي معلومات عن الشخص ده. طبعا المجرم ده اسمه سبنسر، تمام؟ سبنسر ده يعني احنا مش عارفين هو كان عايز ايه من مندوزة، بس يعني هو واضحة يعني، تمام؟ ف انه بعد ما اتعرف عليها من روبلوكس قال لها تعالي نتقابل في مكان، وطبعا المكان ده كان بعيد عن يعني كان بعيد عن بيتها، يعني اصلا الشرطه لما دورت يعني هي دورت بره المدينه كمان فاهمين. كان في مدينه جنب مدينتها، تمام؟ يعني هو كان بعيد قوي. بس يا جماعه المكان ده طبعا يعني هو اصلا يعني حتى بالعقل كده اي بنت مكانتش هتقدر توافق، عشان كانت هتبقى خايفه ان هو حد ما تعرفوش. بس اكيد يعني
المكان اللي هما اتقابلوا فيه كان مكان امان، فاهمين؟ فهي كانت حاسه بالامان في المكان ده. لما لقيت المكان طبعا كله عشب ومش عارفه ايه وخضار وطبيعه، فاللي هو قالت ده مستحيل يعمل حاجه هنا. بس ما كانش تعرف اللي هو عمل حاجه هنا عادي، وقتلها ودفنها كمان في المكان اللي هو كان عاجبها قوي. فيا جماعه بجد يا جماعه قصه يعني حاجه كده تقطع القلب والله العظيم. المهم يعني يا جماعه انه بس خلصت القصه وسيبني. طبعا زي ما انتوا فاهمين يعني خلاص ماتت. طبعا هتقولي لي ايه علاقه دبر بلوكس؟ انه هما اساسا اول حاجه هي لعبه من لاعبين روبلوكس، تاني حاجه هما تعرفوا يعني هو الموقع الاساسي ليهم او مصدر ليهم سبب تعرفهم وهو روبلوكس. فيا جماعة قصة النهاردة اتعرفنا انه ما تكلموش اي حد غريب، اي حد بعت لكم غريب طلب صداقة انتوا ما تعرفوش، يعني يستحسن انكم ما توافقوش. اما لو كنتوا عايزين تصدقوه بس طبعا ما تثقوش فيه اللي هو الثقة العمياء، تمام؟ دي اول حاجة. تاني حاجة بقى يستحسن انكم اصلا ما توافقوش على طلب صداقة. يعني انت مثلا البنت ولا بعد كتاب صداقة ما توافقيش، يعني هو ما تديش اصلا فرصة انك ممكن يبقى لا ما خلاص لا ما فيش اصلا ما توافقيش. يعني لو بنت ممكن يعني بعد كده صحبان، لكن ولد ما فيش يعني اكيد فهمت وجهة النظر يعني، تمام؟ فبس يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم، بس حبيت اوضح لكم يعني حاجة انه انتوا طبعا دلوقتي مستنيني ان اتكلم ومش عارفه ايه واني انهار وكده. فيا جماعه حابه اقول لكم لا مفيش اي حاجه من الحاجات دي. طبعا يا جماعه الخير احنا مش عايزين نتكلم عشان يعني كفايه كده كده انهم جابوا مشاهدات على اسمنا، تمام؟ يعني هي اصلا يعني ما عندهاش مشاهدات اتجوزت الالف، بس اول ما نزلت المحتوى بتاعي، اول ما نزلت الفيديو بتاعي حطت جابت 1500 يمكن، والله ما اعرفش يا يعني جماعه هتصدقوني لو قلت لكم انا ما شفتش الفيديو، والله العظيم ما رضيتش اشوفه، انا قريت التعليقات بس. المهم يا جماعه الخير بصوا، شايفين المكان اللي احنا فيه ده؟ اديني واقفه عليها يعني. بس حبيت اقول لكم يعني انه عادي جدا، انا مش مزعوجه وطز يعني في اي حد، ومش عايزين نعبر اي حد ونديله اكبر من حجمه. وما ندلوش يعني اللي هو ما ندلوش اكبر من حجمه التاني، ان احنا اصلا ادينا ناس بجد اكبر من حجمها. طبعا دول كانوا معلقين عندها برضو، ويعني هو كلهم عارفين نفسهم. المهم انه يعني كفاية، يعني كفاية عليهم اللي احنا وصلناهم لده، بس ده اللي حابة اقوله يعني. المهم يا جماعة الخير ده كان قصة النهاردة، كان قصة موندا. المهم يا جماعة الخير ده كان قصة دي كان قصة النهاردة. لو عجبكم حط لايك واشتركوا في القناة وبس كده يا جماعة الخير، يلا سلام.